اوكي، مرحبا، كيف الحال شباب؟ معكم راني. طبعا نحن بهذا الفيديو راح نبلش بترجمة كتاب Real World Haskell. انا طبعا شرحت كتاب سابقا اسمه او طبقت كتاب كمان سابقا اسمه Learning Haskell for Great Good. كمان هون عم حاول اعمل مراجعة على نفسي انا على الهاسكل. بنفس الوقت هذا الكتاب بفوتك بالطريقة الجدية تبعت هاسكل، مش بس بفرجيك شو مزايا لغة هاسكل، لأن الكتاب الأول أكتر بيعلمك هاسكل بس ما بيعلمك تستعملها بالضبط، بيعلمك مزايا، بفرجيك على مزايا هاسكل. طيب هلا بعد الكتاب رح نشوف كيف نستعمل هاسكل بمشاريع حقيقية. وبالمرة كمان شو اسمه، ما راح احكي كتير كيف بتركب هاسكل عندك على الجهاز، اوكي كتير يعني مش راح احكي، بفوت بالتفاصيل. هذا الشيء اكيد مشروح بقناتي، فبرجاكم تروحوا تدوروا عليه الفيديو. اوكي، خلينا بس مين وايل نفس اللحظة هلا هون بس نشوف وين هو، حطيته هذا السورس الفايل. اوكي فيك مثلا تستعمل هيدي هون، فيك مثلا installing Haskell. اوكي كمان، وفي كمان اذا بدكم ستاك، هسه شوف عن ستاك، اذا كانت مش عن ستاك. اوكي، فيكم اذا بدكم تفتحوا شو اسمه، ندور على ستاك، هاسكل ستاك. اوكي، بتفتحوا هذا الموقع هاسكل ستاك دوت اورج وبتقروا كيف تستعملوه. انا بفضل تستعملوا هاسكل ستاك اكثر، اوكي بسهل كثير عليكم المشاريع. اوكي طيب، هلا هون الكتاب هون Real World Haskell اسمه، تفتحوه اياه بس اكتبوا هذه الكلمة وكافي، بفرجيكم فوتكم على الموقع، على الموقع تبع الكتاب. وبعدين في فصل هون بالاول انا مفشقه، اوكي اللي هو ليش تستعمل Functional Programming، ليش Haskell مش ضروري كتير، خلص بس مزايا Haskell معروفة، وانك انت عم تتعلم لغة كتير مميزة ومختلفة عن معظم اللغات المستعملين مثل سي وجافا. اوكي، وعم نتعلم طريقه ثانيه اسمها الفانكشنال بروجرام، فمشروحين هول كثير كذا مره بقناتي، فبترجاكم تروحوا تشوفوهم. اوكي فانا بس عم حاول اختصر الموضوع هون كرمال فوت دغري بتطبيق على الهاسكل الحقيقي. اوكي هلا فاذا بقولنا هون، بينما انت عم تقرا الفصول الاولى من الكتاب، خلي ببالك انه انت مرات رح يعني راح مرات نستخدم افكار بطريقه مبسطه اوكي ومحدوده. اوكي هاسكل هي لغه عميقه اكيد، لان لغه مش بسيطه، يعني انا بالنسبه للغه مش سهله يعني. اوكي ومش مين كان، مش مين ما كان عنده يعني ملكه التعبير هاي اوكي بطريقه هاسكل. تمام، لغه طريقه فصيحه جدا بالبرمجه، هيك بحسبها انا. تمام، وشو اسمه، وبتقدم كل يعني ناحية من وتقديم كل ناحية من شيء موضوع كله فرد ضربة، هو طبعا مش شيء مناسب وشيء يعني ضغط عليه كثير. ف بينما نحن عم نبني اساس قوي بلغه هاسكل، نحن راح نتوسع بناء على هاي ال يعني الشروحات اللي هون تحت جاي، هاي شروحات بدائيه اوكي او ابتدائيه شيء مبلش فيه. تمام، هلا طبعا الكتاب ما في تعليقات هون، هون انا يعني هي مثلا 17 كومنت هون، تمام بس نكبس عليه هون. طبعا الناس هون عم بيعلقوا على الكتاب وشو رايهم بالكلام هذا، بس انا يعني راح افشهم ما راح افوت فيهم. اوكي انا راح امشي مع الكاتب، تمام، وك
الكاتب بشكل عام مش حيحكي شيء غلط يعني، اوكي بشكل عام، بشكل خاص ما بعرف، بس بشكل عام اكيد حيضل يحكي عن هاسكل لانه هو هذا هدفه، اوكي، ويعلمك هاسكل تمام. فبقول لك بيئه هاسكل، بقول لك هاسكل هي لغه لها العديد من يعني انواع من الكومبايلرز، اوكي. هون الامبلمنتيشن هون صايره انه التنفيذ تبع اللغه، يعني كيف في اللغه صارت محول من رموز مكتوبه بالايد لبرنامج كمبيوتر ممكن يتحقق من صحه الكتابه، تمام. فهذا البرنامج يتحقق من صحه الكتابه والنحويه تبعه والكومبايلر. فحدهم في واحد اسمه هوجز، اوكي، بس هو مش بالاكثر مش كومبايلر، هو صار انتربريتر، مفسر للغه، يعني بس بتعطيه فايل وفيه الكود هو بيقراه وبنفذه، بس ما بيطلع لك برنامج فيه مستقل يعني، اوكي. يعني ما بيطلع لك شيء مثلا تاخذ فيك، كانك فيك تاخذ مثلا 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 الاوفيس، برنامج سيريات الاوفيس تاخذهم على سيدي وتطلع وتروح فيهم كمبيوتر ثاني وتوزع، ما في هيك، لازم يكون هاكس نازل حتى يجي يشتغل، تمام، البرنامج تبعك والفايل نفس الوقت اللي فيه الكود. هلا احنا هون عم نشتغل بطريقه على حقيقيه تجاريه، شو اسمه، نفذ تطبيقات حقيقية فعلية. فأقول لك إلى التطبيقات الحقيقية، أوكي، نحن بنستعمل شو، غلاسكو هاسكل كومبايلر. غلاسكو هي عاصمة اسكتلندا إذا ما بتعرفوا، أوكي، مدينة هي عاصمة اسكتلندا، فيها الجامعة، هن اللي خلقوا هذا الكومبايلر، هن برمجوه، أوكي. فصارت الناس تعرفوا، هو اسمه اختصارا جي اتش سي، أوكي، اللي هو أكثر شعبية، أوكي، وأنا من الناس بفضل جي اتش سي دغري، أوكي. كوبرتو هاجز بناء يعني بنقارنة مع هاجز، اوكي، جي اس سي هو اكثر مناسب ل الشغل الحقيقي الفعلي، يعني واحد يستخدمه بالكود زي ما بقوله، اوكي، وهو بيترجم البرنامج لنيتف كود، لكود حقيقي، عرفت شو، كود اصلي، يعني بيخليه يحول البرنامج لبرنامج موافق مع المعالج اللي عندك، تمام. وكمان بي بيدعم يعني التشغيل المتوازي، اوكي، بارال اكزكيوشن، يعني فيك تاخذ كذا فانكشن كل واحد تحطه بالبروسيس لحال بعمليه لحاله بيشتغله بالتوازي، اوكي. وبيوفر كمان يعني هون هي شوي ترجمه تسيلك وفر شيء مسميه بالانجليزي يوسفول بيرفورمانس اناليسيس، يعني تحليل مفيد للاداء، اوكي. وبعدين كمان بعض ادوات التصحيح، اوكي، ديبوجينج تولز. وهي ولهالاسباب جي اس سي هو يعني البرمجيه اللي بتساعد انه يكون في عندك هاسكل نقدر نستعملها، اوكي، وهو التنفيذ اللي فينا نستعمله، اوكي، حتى داخل هالكتاب كله، يعني الكتاب حيستعمل جي اس سي من الاخر، اوكي. هلا جيسي عنده ثلاث شو اسمه، ثلاث مكونات. في عندنا الجي اس سي اللي هو الكومبايلر اللي بيعمل اوبتمايزيشن، بيعمل تحسين للكود، اوكي، حتى يطلع برنامج سريع معنا، تمام. هلا هون جي اس سي هو انتراكتيف انتربريتر، جي اس سي اي عفوا، جي اس سي اي هو انتراكتيف انتربريتر، يعني مفسر تفاعلي، يعني مثل هيك، اوكي، مثلا هلا بكتب انا جي اس سي اي، اوكي، ففي جي اس سي بيشتغله بس بقول لك انه فيش فايل في كود، بس اذا بدك بس على الطاير تجرب، اوكي، زي مثلا بده يحط 1+1 بس انت بيعطيني 2، عرفت شو المقصود؟ فهيك حسبته آلي حاسبه، فمن هالشغلات هاي على الطاير، اوكي، الاشياء اللي على الطاير بيعمل لي جي اتش سي اي، اوكي. هلا في الران جي اتش سي بتعطيه سكريبت، بتعطيه كود الهاسكل ودغري بيقرا لك اياه وبنفذ لك اياه وكانه سكريبت مثل الهاجز، اوكي، يعني كانك للي بيعرفوا لغات سكريبت مثل بايثون بي اتش بي وبيرل وهذا نفس النمط الران جي اتش سي بيشتغل، اوكي، يعني بس بتكتب سير، اوكي، ران جي اتش سي، اوكي، وبتعطيه مثلا ماي فايل .hs، لازم تحط له .hs وبتقدر تشغله، اوكي. هلا ما فيش فايل اسمه myfile.hs، اوكي، وطبعا لازم يكون عندك كود لبرنامج كامل، يعني اوكي كانك بدك تعمره، بس ما معناها انه انت يعني كده
يعني انه انت ما تشتغلش بطريقة البيرل مثلا سكريبتات وخلاص وعلى ماشي شو ما اجى اجى. اوكي طيب هلا لما بدنا نحكي عن هون بقول لك كيف نحن بنحكي عن الجي اس تي، كيف بنسميه وبناديه وبنعيط له وبنحكي عنه. اوكي فلما بقول لك لما احنا بنناقش نظام الجي اس تي اوكي بشكل ككل، اوكي نحن بنقول له جي اس تي، اوكي بنناديه له هيك بنحكي له جي اس تي او بنسميه جي اس تي، بس لما بنحكي عن امر معين بنستعمل الجي اس تي والجي اس تي اي والرن جي اس تي زي ما هي جايين اوكي بالاسم. طبعا لازم تستعمل اخر اصداره من هذا هون الكلام انا قاري سابقا بس من الاخر لانه لازم تستعمل اخر اصداره من الجي اس سي اوكي. صفحه الكومبايلر تبعت الجي اس سي هي اياها اوكي بنفوت عليها بنعمل رايت كليك ومننقي حسب نظام التشغيل تبعي كيف بنزل اخر كومبايلر. هلا انا اقول لكم اياها بتوزيعات لينكس بشكل عام انا بستعمل هون لينكس، ف انت و مدير نظام اوكي يعني لازم تكون فايت مثلا روت هيك بدبيان، انا بستعمل دبيان اوكي بصير بكتب لك روت بالاول هون. فانت بس ببساطه بتعمل apt get install haskell platform اوكي وبينزل كل شيء. بس انا نصيحتي لك بس تعمل مشروع كامل بلش تعمل مشاريع تعلم طريقه ستاك. هلا بس احنا هون وقت التدريس خليكم على الهاسكل بلاتفورم بعدين بتشيلوه وبعدين بتصير تستخدموا طريقه ستاك اوكي، لانه ستاك لحاله بجيب لك كل مشروع كل المكتبات البرمجيه معه وبدون ما يضيعك اوكي. هون راح تضيع كتير تمام، او بدك تصير تركب دبيان غصبا عنك اوكي وتمشي بطريقه الهاسكل بلاتفورم بتنزل كل حزمه بحزمتها وكل مشروع بمشروع وعرفت شو هيك بس يصير يعني حزم بتضيع شوي اوكي. هلا المهم هلا احنا هنستعمل جي اس اي عشان يعلمنا اوكي، فشفنا شوي فكره اخذنا فكره تمام عن الجي اس اي اوكي. وهذا في شيء اسمه هون عندنا اللي اسمه بريلود تمام. طيب هلا فاذا بقول لك كيف بناخذ يعني الجي اس اي كيف نستعمل لحتى نعرف نستعمله، فيها عندنا هذا الامر تمام. ف فكمان شو معنى كلمة preload؟ preload معناها انه في عندي شو اسمه مكتبة برمجية او مكتبات برمجية محضرة سابقا ويعني مستجلبة بطريقة مع تشغيل ال GSCI يعني تكون مقلعة جوا اوكي هيك يعني معناها محطوطة بالذاكرة عشان نستعملها بسرعة. واذا كنا نعرف كيف ال GSCI بيستخدمه بنعمل هاي النقطتين فوق بعض هيك وبنعرف كل هالاوامر هي وبنقرا كل واحدة منهم شو بتعمل تمام ماشي. طيب هلا بقول لك البريلود موديول مرات بنديله اوكي بستاندرد بريلود لانه هو لمحتوياته هي شو محدده بالمعيار تبع هاسكل 98 اوكي. هلا عاده هو ببساطه الناس بتقول بريلود بتختصره ببريلود اوكي. هلا هلا عن بالنسبه للجي اس سي اي برومبت يعني سطر الاوامر تبع جي اس سي اي هون تمام مطرح ما مين كتب هون ويتمحى تمام. دائما البرومبت دائما يعني اللي بيطلع عبر الجي اس سي اي بتغير بشكل يعني بتغير كتير اعتمادا على شو الموديولز اللي احنا فعلناهم اوكي، شو هن الوحدات شو هن المكتبات البرمجيه اللي شغلناها تمام. هي كمان بتكون تكبر بشكل يعني ممكن تصير كتير طويله. يعني هاي السطر هون البريلود يعني مثلا خليني اقول لكم طريقه import data dot list تمام تشتغل هيك شوف كيف بصير تطول وداتا دوت ما داتا دوت ما بعرف دوت نقطه 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 بتلاقي شو شحطت على من اليسار لليمين. فهذا هو اللي عم بحكي فيه اوكي. فهو عشان ما تشحط معك هيك كثير مع انه هاي الشغله انا بحبها بعرف
شو انا عمرت بالاخر وشو دخلت في الاخر قصدي. فينا نعمل شو هيك برومت عنده عفوا شو الامر اوكي سيت برومت اي سيت برومت انه عين سيت يعني عين فسيت برومت اوكي ماي اذا بدي انا بعمل هيك مثلا ماي جي اتش سي اي اوكي ازيد انا فيني اضبطها اكثر خلصنا بصير مثلها. واذا بدي بثبتها كمان دائما بريلود ماشي سهل اوكي بتضلها هيك. فهي طريقة لنثبت هذا. طيب هذا البرلود هو دائما اوكي متاح اوكي بشكل ضمني يعني ما دوم تفكر اوكي مش بحاجه ناخذ اي يعني اي اي حركه اي شغله نعملها اوكي حتى نستعمل الانواع والقيم انواع الداتا يعني والقيم او الدوال اللي هي جاي معها اوكي اللي هي بتحدده حتى نستعمل هال يعني هالتعريفات هاي الديفينيشنز هاي اوكي من وحدات اخرى نحن لازم نستعمل يعني نعملهم نقلعهم او نحملهم داخل جي اس سي اي استعمال الامر موديول كوماند. فهلا انا شو اللي عملته عملت امر الامبورت اوكي هلا هو فيك تعمل هون الموديول اوكي فهو مثلا بدي ادخل داتا دوت ريشيو فبطلع النسبه هون داتا دوت ريشيو فبس اعمل هيك اوكي هلا هو دخلها اوكي فهيك بصير فينا نعمل نحكي هذا الشيء بيخلينا نستعمل الارقام الراشنال الفراكشنز يعني الارقام الكسوره اوكي هلا خلينا نعمل اول شيء انه هون كيف التفاعل الاساسي مع يعني استعمل جي اس اي كالكوليتر. فمثلا لو فرضنا مثل هون حسابات بسيطه اوكي انا رح دغري انط على الشغلات اللي هي بالمربع يعني واضح اللي عم شو بيحكي هو. بس لما تستعمل هذا فيني اقول 2 زائد 2 اوكي يعطيني 4 5 ضرب 3 كمان 15 اوكي فعادي هذا الشيء ضرب هي النجمه هون اوكي هلا مثلا هون 7.2 هيدي مثلا كمان بعطيني 3.5 ماشي هلا هلا الهاسكل عنده في مبدا الانفكس اوبريتور يعني بمعنى انه الاشاره هاي فيك تحطها قدام فبتعملها بهالطريقه تمام ففيك تكتب بهيك طريقه فيك بتحول اشاره الجمع لفانكشن لداله اوكي بيطلع نفس الفكره اوكي فاذا كان في عندك شيء معاه شيء وهيك اوكي يعني زائد ناقص هذا فيك تحطها زائد وناقص الاشاره تبعتهم بين قوسين هيك وبراني تمام وتحط اول واحد وثاني واحد من الجمع اوكي هلا هلا كمان فينا اذا حبينا كمان ناخذ نعرف الاس اوكي يعني بدنا نعرف مثلا 313 مكرر ضربت 15 مره اوكي قديش بيطلع فهي 313 اس 15 اوكي هلا بالانجليزي بنقول 313 to the power 15 اوكي بيطلع هذا هو الرقم نفسه هي 271 ببلش بينتهي ب 1 2 2 7 2 5 7 اوكي طيب هلا هلا في بالنسبه بس للارقام السالبه في عندنا اشكال مع هاسكل هاسكل هاي ما بس فيك تحط ناقص هيك اوكي بس اذا بدك تجمع هيك بدك تصير شو تحط تزبط الشاي تمام فبدك تصير تحطها بين تحط ناقص 3 تمام هيك بين قوسين تمام يعني هي فرجيكم اياها ناقص 3 تكبس انتر بياخذ ناقص 3 بس اذا قلت 2 ناقص 3 بيطلع ناقص 1 اذا بدك تحط 2 زائد ناقص 3 اوكي
بطلع عندك هاي المشكلة. فإذا مشان تدخلها هاي بدك تحطها هيك بين قوسين بطلع ناقص واحد. ماشي حتى لو كنت مثلا بدك تحط شيء عم ينضرب مثلا مثل هون اوكي، وهو بدك بعدين تعكس له اشارته وهو كله هذا بدك ترد تحطه هيك حتى تحطه هون الزائد. هو المقصود انه حتى يقدر يميز الناقص من الزائد هون تمام، او الناقص مع اي شيء ثاني او مع عملية ضرب ثاني. يعني مثلا ما سألكم ايه هي مشكلتها، لما تقول 2 ضرب ناقص 3 اوكي، 2 ضرب ناقص 3 تمام، شفت وين الخطأ؟ فهاي كمان بتعطيك اشكال. او لما بدك تقسم تمام بالجمع وهذا مش كتير واضحة، هو المفروض كان حط اشارات الضرب اكتر، فكان هيك بيكون بطلع ناقص 6 تمام. فما يكون من حيث المبدأ ريحوا راسكم، بس يكون في رقم نيجاتيف رقم سالب حطوا مباشرة كما يكون اوكي. وين هون بعد فكمان هون في عندك السي شو نوت اون سكوب، عندك هذا الفانكشن كمان تحول لفانكشن هون ديروا بالكم اوكي. طيب هذه حكيت عنها 2 ضرب ناقص 3 بيعطي ناقص 6 اوكي، هيك بتنعمل. طيب هلا كيف نعمل عمليات اللوجيك اوبريتورز اوكي، اللي هو الصح والخطا وكيف نجمعهم وناخذ يعني مثلا اقول صح وهيدي الحرف العطف والواو اوكي، فصح وخطا اوكي بدك تكتب ترو كاسم ككبيره، مش تحط سمول هون، التي كبيره لازم، التي كبيره والاف كبيره هون تمام، فبتقول ترو اند فولس اوكي، صح وخطا بيطلع شو خطا، ما بزبط يكون صح وخطا بنفس الوقت، فبتقول غلط هذا الكلام اوكي. هلا صح او كذا الغلط او صح هي على حرف العطف الاو اوكي، بتعطيني صح اوكي، فهي هون اوكي. واذا عملنا هيك هذه الاشاره بنسميها الماسوره البايب تمام، يعني بدك تكبس الشرطه المايله وفي فوق منها شحطتين بيناتهم فرزه صغيره اوكي، بين فتحه صغيره هيك شحطتين واقفين فوق بعض اوكي، في بيناتهم فرزه صغيره فبتعطينا ترو اوكي. هلا ترو واحد ما بتزبط هاي، عرفت ليش؟ لا في بعض اللغات بتعتبر الزيرو مثل سي بلس بلس تعتبر الزيرو كانه فولس اوكي، بس هاسكل ما بتطلع بهذا الموضوع، حتى ترو انه اذا كانك بتفكر تطلع فيها كواحد للترو كمان هذا الشيء ما بيمشي. ليش؟ لانه هدول ديفرنت داتا تايبس اوكي. وهلا رح نقرا شو السبب من الكاتب تمام، شايف تمشيش هاي اوكي. بس كمان مره نحن هون عم نواجه يعني رسالة خطأ هيك حاسمة قوية كتير اوكي. باختصار هذه بتقلنا انه النوع اللي اسمه بوليان شايف كيف تلبيه تمام، هي مثل هون اوكي، هو مش جزء من يعني ما انه داخل بتعريف الارقام اوكي، البوليان داتا تايب ما انه جزء من تعريف الارقام. هالخطأ هو أكتر طويل لأنه الجي اس سي اي هو نفسه عم بيدور أو عم يشاور على مكان المشكلة أو بيلمح لنا وين ممكن لازم كنت تصلحها، عارف شو؟ فهون عم بيشرح لنا كيف نقرأ هاي الرسالة كلها. هلا هون اوكي بشكل مفصل، لا بقول لك هون نو انستنس فور نم بول اوكي، هذا بيقول لنا انه جي اس سي اي عم بيحاول يعامل الرقم نيميريك فاليو رقم القيمه يعني القيمه الرقميه واحد كانه هي رقم يعني قيمه بوليان. البوليان يا بياخذ يا كلمه ترو زي ما هيك يعني كيف، يا كلمه ترو هاي يا كلمه الفولس هاي، ما بياخذش شيء ثاني يعني اوكي، ما بياخذش لا رقم واحد ولا رقم اثنين ولا شيء، هو ولا صفر تمام.
هلا بقول لك كمان arising from literal one. اوكي بهذا بشير انه هي انه كان استعمال الرقم واحد هو اللي كان السبب. اوكي يعني بقول لك ما في شيء اي نوع هو انك بتقول رقم معبول اوكي او function بيقول رقم معبول تمام اللي جاي من استعمال الرقم واحد هون تمام بقول هون مكتوب كمان عندنا في النص هون اوكي بتعريف الات هذا بيرجع على الجي اس سي اي لاختصار من الجي اس سي اي اللي هو نحن فينا نرجع له بصفحات قليلة اوكي فهو هذا الات اللي هون اللي هو مثلا بيحكي هاي العملية كلها النتيجة تبعتها اوكي هيدي ما بتمشي تمام هلا هلا بقول لك كمان بعنوان هون بقول لك خليك شجاع قدام لما تواجه رسائل الخطا اوكي نحن عندنا يعني نقطة كتير مهمة بدنا نوضحها هون اوكي اللي هي انه اللي هي راح تمرق كتير خلال يعني الصفحات الأولى من الكتاب اوكي او الأقسام الأولى من الكتاب إذا أنت بتشغل اذا انت بتفوت بمشاكل بتدخل بمشاكل او رسائل خطا اللي هن تمشي بعدك لساك ما بتعرفهم ما تخاف اوكي انت كل اللي عليك تعمله انه هو تحاول تشوف يعني تفكر هيك قد ما فيك حتى لي تعمل تقدم في المسألة اوكي يعني بينما انت عم تستحوذ على بسموه على خطة على خبرة اكبر اوكي مع الوقت يعني انت راح تلاقيها سهلة عليك انك تفهم اجزاء من من رسائل الخطأ اللي هن بينه بالاول مش كتير واضحين اوكي كتير من رسائل الخطا هون عندهم هدف اوكي او هن اصلا موجودين ليساعدونا في كتابه كود صحيح عبر جعلنا ننفذ بعض بعض الاماونت من الديباجينج بعض ال شو بسموه بعض يعني الكمية من تصحيح اوكي مسبقا فرونت اب فرونت شو يعني قبل بوقت خلينا نساعدنا صح اوكي قبل ما حتى نكون احنا قادرين نشغل البرنامج اوكي اذا انت جاي من من لغات برمجية او خلفيتك من لغات برمجية هيك متساهلة شوي اوكي هذه هي الطريقة انك هاي الشغلة حتخليك تتواجه بنوع من الصدمة تصير بعدين تقول يلا بديش وما بعرف شو اوكي فخليك مستحمل هذا الموضوع تمام هلا اكثر من او اغلب يعني ادوات او عمليات المقارنة في هاسكل لان نفس اللي مستعملين في لغة سي و واللغات الثانية اللي شبه سي او اللي متاثرين بلغه سي نفسهم هن اوكي فاذا بدك تقارن مثلا اوكي بتقول 1 تساوي 1 بتعطيك ترو اوكي 2 اصغر من 3 ترو شايف اكبر او يساوي من 3.3 3.99 عفوا فكمان ترو فهمتوا كيف يعني هذول الاشارات اللي هيك بتعملوا سوا هيك بتعمل اصغر هيك بتعمل اكبر واذا بدك تزيد لليساوي اوكي طبعا ما تنساش تحط اليساوي هون نفس كانك عم تكتب سي تمام هلا الشغله الوحيده اللي بتفرع عن سي انك انت بالسي بتكتب لا يساوي هيك علامه اكبر علامه تعجب ويساوي اوكي بهاسكل لا بتكتب شرطه مايله اوكي ويساوي على اساس تبين كانك عم تكتب لا يساوي الحقيقي المستعمل للرياضيات لانه هاسكل متاثر اكثر بالرياضيات تمام فاحنا بنقول 2 لا تساوي 3 اوكي وهيها
عفوا نزلت ثلاثة اوكي. اوكي هلا هون شوفي كمان وحتى تقول انه not يعني شيء ما في منه اوكي، يعني بدك تقول not true. هلا بالسي بتحط علامة التعجب خلص بتعكس بتعمل شيفت للداتا اوكي. هلا بس لما هون بدك تحط not true، بدك تستعمل function اسمه not حتى يعمل not true يقلبها لفولز اوكي. كيف فاز مثلا عملنا خلينا نتخبص لنا كذا وحده هيك not true and false or true okay. بس اي شيء مهم بطلع فاز. عرفتوا شو؟ طيب هلا هلا لانه كلهم ترو وفولس وشو في؟ طيب على اوبريتور بريسيدنس اند اسوسيتيفيتي، يعني اذا بدك تعمل نوع من يعني مين استباقيه، مين تجمع علامات، مثلا يكون عندك 1 زائد 4 ضرب 4، هي كيف بتقراها؟ بتجيب الضرب بالاول اوكي مثل هيك حاطهم بين قوسين، هن اللي بتحطهم بين قوسين وبعدين بتجمع. يعني اول شيء بتجيب الضرب والقسمه، بتاخد اللي على يمينهم وعلى شمالهم اوكي، الرقم اللي على اليمين الرقم على الشمال من كل اشاره جمع ضرب اشاره ضرب او قسمه، بتحطهم مع بعض بتفسرهم. لازم تحول كل شيء بالاخر لجمع او طرح بس اوكي. يعني اعطيكم مثال شو بدكم فيه، هذا اللي مرق ما بكفيش، لانه بس عملنا 1 زائد 9 ضرب 8 ناقص 3 تقسيم 7 اوكي زائد 1، هيدي كيف بدك تحولها؟ تيجي شو مثلا هون، خلينا بس اكبر الفونت شوي اوكي. شايفين هون هذا في ضرب هون تمام، فبيجي باخذ هدول الاثنين سوا الضرب تبعهم، وبعدين شايفين هون في اسمه اوكي، بيجي بعملهم هيك بيجي بعملهم هيك. هلا يمكن واحد يقول لي مين ابدا الضرب ولا الاسمه، في الى طريقه ناسيها، بس انت بس يكون معك هيك اوكي بتبدي ال شو اسمه بتبديها بالطريقه تمام، بعدين بتحسبها، فبس تعمل هيك بيطلع الرقم تبعك تمام. فهي اذا شلتهم انا نفس الشيء اوكي. طبعا انا قلت لكم شوي في ناقص هاي هون تمام، هذه لا هي لما على اساس انه الاقواس زي هون فوق هون، لا على اساس انه في ناقص جاء قبل منها اشاره دغري، فعشان هيك لازم شوي تميزها اوكي. طيب خلينا نشوف هلا اذا قلنا 3 تقسيم 8 تقسيم ضرب ضرب 4 اوكي، اذا اخذنا هدول لحال هيك بنعرف مين هن اللي ابدا من مين، اذا اخذنا هول لحال بيطلع 1.5، بس اذا اخذنا هاي بيطلع فرق اوكي. فاذا الاسم ابدا من بتخلص الاسم بعدين بتكمل اوكي، خلص اسمي قبل الضرب اوكي. طيب نعكسها مثلا اقول 3 ضرب 8 تقسيم 4 اوكي. طيب اذا اخذنا هدول بصير هيك بضرب 3 ب 8 اوكي بقسم على 4. طيب هذه هي الاساس تمام. هلا اذا انا عملت هيك
اوكي اوكي الجواب تبعها هي نفسه. خلينا نجرب من جديد، نحط مثلا 14. يعني بيفرق اوكي حسب كيف انت بتنظر له. اوكي طيب هلا بظن هذا هو لليوم يعني هيك خلصنا جزء لا بأس به من الكتاب. تمام خلينا نخلص هلا بعد شوي وبعدين بوقف تسجيل اليوم. اوكي طيب اوكي هلا في عندنا فانكشن هون في امر انفو عن البلس فعم بقول لك في البريزيدنس والدور تبعهم وهولي بيعطيك هو الواحد هو اوتا بريزيدنس اوكي والتسعه هو الهايست. اوكي بريزيدنس يعني الاسبقيه اوكي فاعلى اسبقيه واقل اسبقيه اوكي فبقول لك اللي عنده higher precedence اللي عنده أسبقية أعلى هو اللي ببلش قبل اللي عنده أسبقية أو لا يعني رقم 9 أبدأ من رقم 1 أوكي فحتى نشوف هون بالفونكشن info plus plus بتيجي شو 6 أوكي هي 6 ما فيش أي الدور تاعها أوكي والضرب اكيد لان الضرب لازم يبلش قبل الضرب بيطلع 7 والاسم بتطلع شو 7 كمان تمام هي نفس الترتيب طيب بس اوكي ها فبدك بدك تبلش بالضرب قبل ما تبلش بالجمع هيك بدك تعمل تمام هلا بالنسبه للباور اوكي الباور او قبل منهم كلهم عرفتوا كيف الاس هو قبل منهم كلهم لانه شايفين الانفكس تبعه 8 اياها او خلص هي نازله هيدي بنكبس شيفت والرقم 6 بالكيبورد بالعرض بيطلع معنا فازن 8 فازن الباور الاس ببلش بالاول اوكي هي حتى بالفرنسي مرات بيقولوا لها شابو الشطائيه اوكي هلا بقول لك التركيب او ايه تركيب من الاسبقيه وال شو اسمه يعني تركيب من قواعد الاسبقيه والتركيب او التجميع يعني بس نعمل الاقواس وندخل بال يعني مثل هيك اوكي هي تجميع بيصير هذا نوع من التجميع اوكي بجمع كلمه كل اثنين مع بعض اوكي فهالتركيبه منهم هن اصلا بيتسموا قوانين الفيكسيتي اوكي طيب هلا هلا القيم اللي مش معرفة وهون ادخال او استخدام او التعريف بالمتغيرات اوكي هلا في عندنا مثلا الباي الباي هو هذا هو الرقم اوكي هذا الرقم اللي هو اصلا رقم ثابت نستعمله بحساب مساحة الدائرة مثلا تمام طبعا انا ما رح اشرح عنه كتير بس خلص بس افهم انه هذا الرقم زي ما هو بتستعمله بحساب مساحة الدائرة اوكي فحساب مساحة الدائرة بتجيب مثلا اذا قلنا يعني هلا هو رح يشرح عن الموضوع اوكي رح نمشي معه اوكي وفي عندنا هون الاي كمان اوكي في عندنا اويلرز نمبر الاي اوكي هلا اي بس نكتبه مش موجود اوكي فاحنا لازم نعرفه من حالنا اوكي هذا الرقم تمام فهو شو بيساوي بيكون الاكسبوننشال تبع واحد اوكي ف
فبس كيف بدنا نعرف المتغير؟ مكتوب اي بيساوي اكسبوننشال تبع واحد، تمام؟ هذا هو الاي. تمام، هلا الرقم تبع الباي هون مش كتير مزبوط، مشان هيك مش دقيق على الاخر، لانه الباي رقم بضله فالت يعني على اليسار، يعني هي قصدي من اليمين لليسار بضله فالت. تمام، ف فهون بيكون عندنا ابلكيشن اوكي للاكسبوننشال فانكشن، كيف احنا بنستعمل هون تطبيق للاكسبوننشال فانكشن اوكي، وبنستعمل اللات حتى يقول انه في عندي فاريبل اي اسمه اوكي او قيمه اسمها اي، هون ما في فاريبلز، هون في قيم مسميها اي بتطلع هي الاكسبوننشال تبع الرقم واحد اوكي. عم تشغل فانكشن اكسبوننشال بياخذ القيمه رقم واحد بيعطيه الاي قديش بتساوي اوكي. فهيك هلا بس انا اجي اطبع الاي تطلع هالقد اوكي. ماشي، طيب هلا هون صار اذا بدي اي بدي اشوف اي هيدي هون النقط الضربين هدول اوكي، اللي هي بتصير كأنها هي الباور اوكي، بحيث انه عم تستعمل الباور بكون انه الباور شو رقم فواصل، عشان يكون رقم فواصل الباور الاس هون، يعني انت بتقول مثلا 2 اس 3 اوكي. اذا كان بدك تقول 3.5 هي بيطلع غلط، لازم تعملها شو ضربين هيك بيطلع الاس اوكي، نتيجة الاس. وهي هي اوكي. وبعدين هون هي استعمالنا كلمة لات هذه بس للجي اس سي اي اوكي. هيدي محليا خليها هيك، لانه في تفاصيل اخرى على كلمه لات، خليها هيك. هلا بس نوصل لجوا بعد بالهاسكل اوكي، بنفهم انه هاي لات هون هلا مرحليا بس للجي اس سي اي اوكي. اوكي، ممكن استعمل لات بمطارح ثانيه بالكود بس بطريقه مختلفه اوكي، بالكود الحقيقي يعني اللي هو بدون التفاعلي هذا الكومبايليشن الحقيقي لتنتج برنامج حقيقي اوكي. طيب طيب انا راح اوقف هون اوكي، ونكمل المره الجاي. سلام.